واليوم ان شاء الله تكون معنا ضيف استاذ رياض بشير، راح نتكلم اليوم باذن الله عن موضوع مهم ويمس كل المنشآت اللي تعمل في مجال التطوير العقاري فيما يتعلق في فوق البناء السعودي. نحيي استاذ رياض رشيد. حياك استاذ رياض، مساء الخير، وتعطينا نبذة عن اللجنة الوطنية لفوق البناء السعودي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحييك وأحيي الأخوة المشاهدين. أنا أخوكم المهندس رياض رشيد، مدير الشؤون الفنية اللجنة الوطنية لفوق البناء السعودي. هل أعطي تعريف مختصر عن فوق البناء؟ فوق البناء هو يمثل الحد الأدنى من المستندات الأساسية لضمان استدامة المبنى وتنشيط استدامة الطاقة والمياه وثبات المبنى واستقراره من الزلازل وأخطار الحريق وسلامة السكان. الحد الادنى للتطرق فيه هذا يكون متطابق مع الشرطات الكونديه للمباني، سواء كانت المباني السكنيه او التجاريه اللي يتم اطلاعها في المخططات عن طريق المقاعد الهندسيه. اما الاشتراطات البلديه او الاشتراطات امامات بعض المناطق هي اشتراطات اكثر تحديدا، هناك لا تصل دون الحد الادنى. الاشتراطات اكثر تحديدا يمكن فيها متطلبات اكثر من اللي موجوده في الكون. بس الكود يمثل الحد الادنى، اذا انت تبغى توصل لهذا المستوى اعلى ولا اكثر من الحد الادنى بامكانك انك تعمل، وهذه الاشتراطات البلديه فيها بعض المتطلبات اعلى من الحد الادنى. توجيه الله يسلمك، نشوف رحله العميل اليوم، المواطن اللي حاب يتملك عقار سكني. كيف اثر فوز البناء السعودي ايجابا على جودة الانتاجات العقارية التي تطويرها في المشاريع؟ ان فوز البناء السعودي بني اساسا على اساس سلامة المباني وجودتها واستدامتها. يمكن في السابق سمعنا عن الكلل اللي يسمى كلل التراكيب، والكلل بس هذا المباني اللي بس يكاد مبنى بعد سنة سنتين سيصلح التصرفات والتوقيتات، بالإضافة أن بعض المباني ما تراعي السلامة والسلامة من الحريق، فكود البناء جاء على أساس يمكن هذه المنافع يمكن هذه فعلا تخدم المبنى والمتطلبات الأساسية للمبنى. إذا كود البناء السعودي هو يتعامل مع كافة المحاور الهندسية اللي تشكل هوية المبنى سواء إنشائية أو المعمارية، من ناحية الإنشاء توفير الطاقة جودة المبنى الأمن والسلامة من الزلازل، وأيضا الحفاظ على الجودة وحقيقة على مستوى مجال الاستدامة. صحيح، نحن عندنا مجموعة أكواد متكاملة لكل مجالات الهندسة، يعني عندنا بالإضافة إلى الكود المعماري العام اللي يختص في التصميم والأعمال الإدارية بالنسبة للمصممين الإنشائيين، عندنا أكواد إنشائية وأكواد التربة وأكواد الأعمال الحديدية، وأكواد أيضا عندنا أعمال الميكانيكية وأكواد الكهربائي وأكواد تنشيط الطاقة وأكواد السباكة وأكواد الصرف الصحي، وعندنا أكواد الحريق من الأكواد المهمة لأجل سلامة الساكنين ونظام الدفاع المدني، وأيضا عندنا أكواد المباني الخضراء، وعندنا أكواد المسابح وأكواد الوقود الغازي، كل ما يذكر في بالك يخص المبنى موجود عندنا له. وكيسر من اللجنة الوطنية لفوق البناء السعودي لمواكبة التطورات السريعة في مجال البناء، أيضا المعالي تدرس قريبا المواد المضافة الكود الحديد المعالج الفايبر جلاس المعالج الكود، وكود أيضا اللي هو كود المعالجة الخرسانات للمباني الفاضية.
اليوم لو جينا ننظر للاهتمام للفئات اللي تعمل في السوق العقاري على انتاج الوحدات العقاريه او كان سكنيه او تجاريه. كثير مطورين يتصور ان كود البناء قد يفك من التصاميم والاستخدامات، يعني انا قد اطور عقاري مثلا ابغى اطور عقارات تجاريه بمجال حجر او مكتب. اعتقد ان الكود بيحد التصاميم، لكن فيما يتعلق بتغيير محاور الكود اللي هي الكهرباء او الميكانيكال يكون من شكل مكتب الهاتف. بس انا يهمني التصاميم هو يكون مؤثر بشكل كبير في المسطحات اللي انا راح انتجها سواء كانت مسطحات تأجيرية او مسطحات دولية. ايش رايك في هذا؟ انا ودي اصحح الفكرة الشائعة ان الكود يحد من تصميم المعالي او المباني وخصوصا الوحدات السكنية. ان الكود لا يوجد في كود البناء في الاشخاص مالك المبنى والشهاء المسلم طريقة تحقق متطلبات الكود. وفي مؤتمر يقول الاشتراكات البلدية حسب أمانة في المنطقة لمعرفة طبعا هذه البلدية ما هي اشتراكات معينة. فالكود ما يحب لنا هذا بس بعض البلديات تحط اشتراكات تحصل تحديد. فهل بناء الكود هذا صحيح أو الاشتراكات البلدية ما تحديدها والجمعية شو هذه الاشتراكات معينة في الإضافة إلى الكود، يعني تكمل الكود وأعمال الكود. مثلا الكود ما يقول لك لا تخلي أبحث عن الشارع، أنت تتعامل مع كل فراغ تعمى مبنى ولا يتعامل مع الفراغات، أنا يتعامل مع المواقف الجمالية اللي تشوفها من إدارة الشؤون الخارجية والخارجية. هذا لا معنى. كنا في جلسة سابقة قبل قليل كنا في جلسة عقارية العقاري وتطرقنا إلى موضوع إشارات البناء. فكان موضوع مثلا إنه البناء كله كان في سيئة. في البيتس في نظام إنه أنا ما أقدر أبيع أو ما أقدر أعتمد وأنا أشتري شقة في البيتس. كيف يتعامل كل البناء؟ سؤال كيف كان كل البناء إنشائيا مع الوحدات المشتركة؟ سؤال جميل وليس بالطرح يعني. من قبل البناء المشروط بالنسبه لكل الدبلكس الثلاثه عن يكون تجارين لكل كله على اساس الموضوع يكون هناك تواصل وتواصل تواصل تهدد وتواصل البناء يصير عليها على هذه القواعد الاسئله الى قد يحكم بس يضمن سلامه المبنى المكان كله قد يضمن تلاصقات لهم وظائف او مالكين تركوك الكود يطلب ان يكون لها ترند وصله وبالتالي رجوعها لكود المكان السكنيه لتكون معلومات افضل في المستقبل. واحنا على فكره لما المكان السكنيه تمثل 70% من المكان السكنيه هذه المقاولين تحليلون الكلام هذا احنا وجدنا من الكودات اللي ما ذكرتها كود المكان السكنيه. كود المباني السكنية يعتبر مرجع لكل الأكواد، يعني إذا اختريت كود المباني السكنية ما يحتاج إنك ترجع لكود الكهربائي ولا الكود الميكانيكي ولا الكود الإنشائي، لأن كل المتطلبات الخاصة بالمباني السكنية موجودة في كود المباني السكنية. لأنه اليوم في توجه كبير للمباني اللي راح تكون مشتركة. إحنا يمكن كلنا سمعنا اللقاء سعادة معالي أمين منطقة الرياض لما تطرق أنه يحكوا في توجه البناء العمودي في الرياض مثلا بدلا من البناء البناء العمودي راح يكون في مكتبات مشتركة ومن ضمن الاشتراكات ولائح النظام الاتحاد الملاك ولائح مرافق مثل ما تفضلت يكون في جدارين يفصل كل وحدتين جنب بعض عشان كل وحده يكون لها جهتها في البناء والفواصل. طيب اليوم متطلبات الكود في البناء هل هي اصدرت قبل 10 سنوات ما تحدثت ام في تحديث لها بشكل دوري بما يتوافق مع تقنيات البناء الحديثه
ما توافق مع الظواهر الطبيعية مثلا، ما توافق مع توفير الطاقة البديلة. جميل. أما حتى وصلت مقاد البناء أول إصدار كان في 2007، كان الإصدار يمكن لحرص المملكة بعد حدوث خلاج في ذاك الوقت إلى بعض المملكة في المدينة المنورة، فتم إعداد مقاد البناء عمل في بشكل تدريبي في المباني الحكومية في مكان الشمس، على أساس أن تم إعداد هذه المباني حسب مقاد البناء. في عام 2018 تم إقرار المنظومة الملكية 43 بي يكون في إنسانية تطبيق هذا الجهاز. المجموعة الوطنية نتائج الأساس أعطاها فرصة لأصحاب المباني السكنية والناس الآخرين كلهم، أعطت فرصة أن أقدم طبقة الكود على مراحل على حسب تصنيف القطاع. هذه المباني السكنية أعتقد الرابعة، والآن الفرد السعودي العاد الأفضل على جميع النظام بلا استثناء، ولا يخطط غير الفرد السعودي في المملكة العربية السعودية وأي تطبيق آخر يعتبر مقاطع. بمناسبة الحديث عن الظواهر الطبيعية، كيف تعاقد في المبنى السعودي حتى موانئه فيما يتعلق في ظاهرة الزلازل؟ اكتشفنا دول فلسطين عليها فضنا وياهم، كيف حتى نظام كود البناء السعودي جزئية التعامل مع الزلازل من المباني السكنية والتجارة؟ جميل. كود البناء السعودي في قوات سكان حالها وتطرق إلى الزلازل وكيفية التعامل معها وكيفية حساب الأحمال وكيفية التصميم، وأيضا موجود في هذا الكود الخريطة الزلزالية للمملكة الخريطة الزلزالية للمملكة توضح في المنطقة الحسابات والمعايير الزلزالية الولايات المتحدة المهندس المصمم بتنفيذ الحساسات لهذا. بالإضافة أن كود البناء السعودي إيمانا من ضمان سلامة المبنى عملت بالتنسيق مع وزارة البنى البلدية والتروية، اللي هو التأمين ضد العيوب الخفية. التأمين ضد العيوب الخفية يضمن سلامة المبنى إن شاء الله لمدة 10 سنوات، ويكون المهندس المصمم والمقاول يعني متلاعبين في إذا كان في أضرار كذا. هل في زيادة في التكلفة؟ يعني هل في زيادة في التكلفة على قوة البنى السعودي من آثار إضافة بنود خاصة بالتعامل مع الزلازل؟ يعني المباني السكنية زادت تكاليفها والمباني التجارية زادت تكاليف عليها بنسبة كم تقريبا؟ بس خلينا نوضح ان المناطق الزلزالية اللي في المملكة والمناطق اللي تعرضت لخطر الزلازل في المملكة تعتبر قليلة يعني بالنسبة لنسبة المملكة الشاسعة. من زمان هذه المناطق يعني مفترض يعني عارض عليها المناطق الوزارة انه يطبق عليها كود الزلازل، فما اعتقد انه وفقها، ولكن مشكلة الكود اللي صاحب إطلاقه مع كورونا وارتفاع الأسعار، فالناس اتهمت الكود إنه رفع الأسعار. أبداً كل أسعار المواد الغذائية ومواد البناء وكل هذا ارتفعت، بس الناس جلست تنظر إن الكود رفع الأسعار. الكود ما له علاقة في أسعار المواد البناء، ولا هو بيقول لك المادة الأفضل اللي ذات الجودة منها عن هذا. طيب هذا اليوم كمطور أو كفرد غاضب بيه، مين الجهة المسؤولة أنها تحط على المبنى حيث أنه تستلم منه شريحة تحميل؟ جميل. لما الواحد يبقى يبني بيت غالباً يدخل على المنصة البلدي يختار المكتب المحلي
اختار المحتوى المصدر المفروض يعتمد عن المصدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.